2012-2019 مواكب كربلاء لا زالت مستمرة بالدعم اللوجستي لأبناء التظاهرات. وهاي أم حسين قواك الله، شلونكم؟ تعبانة؟ والنعم والنعم. هاي اليوم بنقر، وهاي أختنا الإعلامية ياسمين قواك الله. تعبانة يقولون؟ قوة قوة قوة. هاي اليوم بنقر بخيمة أم حسين، وهاي الأبطال اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا يستمر الحديث عن ثورة التشرين وآخر التطورات بها، واليوم نتحدث عن موضوع ملفت حقيقة أن نراه الآن، تغير كبير في موقف الممثلة عن الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. طبعا نذكر حضراتكم بتغريدة سابقة لها أغضبت العراقيين وأغضبت المتظاهرين، وكانت فيها لغة واضحة أنهم هم السبب في تعطيل عمل البلد وتدمير الأوضاع الاقتصادية وغيرها. دعونا نقرأ التغريدة التي نشرتها سابقا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. قالت إن التهديدات أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات، واعتبرت أن ذلك يضر باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. يعني قبل كانت تنوه إلى أن موضوع قطع الطرق والإضراب هو يضر بمصلحة المتظاهرين لأنه لا يلبي المطالب بالنسبة لهم من خلال هذه الأساليب التي ذكرت بأنها تسبب ضرر أكثر من النفع. الآن خرجت بموضوع مختلف تماما وبرأي مختلف تماما. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا بسيطا من ما ذكرت. دعت إلى مواصلة أو دعت العراقيين إلى مواصلة التعبير عن آرائهم وعدم التوقف عن التفكير الطموح. وقالت في بيان نشره موقع يونامي إنه خلال الأشهر الماضية دفع الكثير من العراقيين الثمن الأغلى من أجل إسماع أصواتهم في الدعوة إلى تحقيق التغيير في العراق. وكذلك أضافت أن أسرة الأمم المتحدة تتمنى أن ترى الفتيات والفتيان والنساء والرجال في العراق كافة أن عزيمتهم الشجاعة تثمر تقدما دائما. تابعت بالقول إن على العراقيين مواصلة التعبير عن آرائهم وعدم التوقف عن توسيع آفاقهم، وطالبتهم بعدم الكف عن ممارسة الضغط اللازم من أجل نيل ما يطمحون إليه. هذا كلام يناقض تماما ما خرجت به التغريدة سابقا. وهنا نتساءل لماذا اختلف الآن الموقف بالنسبة للممثلة عن الأمين العام للأمم المتحدة في العراق؟ ما الذي دعاها الآن إلى أن تخرج لكي تحث العراقيين على مواصلة الضغط بكل السبل المتاحة من أجل تحقيق المطالب، في حين سابقا هي كانت تحذر من هذه الأساليب التي قالت بأنها تقوض تلبية المطالب بالنسبة للمتظاهرين؟ ما الأسباب التي تدفع الممثلة الأممية أن تعدل عن رأيها السابق وتخرج بهكذا رأي يناصر المظاهرات، يناصر الثورة، ويدعوهم إلى المزيد من الضغط من أجل أن تتحقق المطالب؟ وطبعا الجميع يعلم أن المطالب هي إسقاط النظام ورحيل هذه الأحزاب الفاسدة كما يصفها المتظاهرون من السلطة. وبالتالي هل يمكن أن نرى من هذه الرسالة التي أرسلت للمتظاهرين من الأمم المتحدة أن الموقف بدأ يتغير شيئا فشيئا؟ ما الأسباب التي تدفع هذه الشخصية المعروفة أن تغير رأيها بهذه الطريقة وبفترة زمنية ليست كبيرة؟ طبعا ضمن الأخبار أيضا مشاهدينا الكرام، يواصل المتظاهرون في محافظة النجف الإضراب العام عن الدوام، وهناك توافد لطلبة الإعداديات والكليات للتظاهر وسط أجواء سلمية طبعا وبشكل مؤمن. هذا أيضا طبعا مسلسل من الضغط المستمر تجاه هذه السلطة من أجل تحقيق المطالب. ولدينا أيضا في المواضيع التي نطرحها مفوضية حقوق الإنسان طبعا وثقت استشهاد 14 ناشطا وجرح 19 آخرين في عمليات اغتيال واستهداف للناشطين والإعلاميين على خلفية التظاهرات. تقول أن عدد عمليات الاغتيال ومحاولات الاستهداف بلغت 33 حالة، أغلبها كانت بعد عودة الناشطين من ساحة التظاهر، وأشارت إلى أن تنفيذ
تم باستخدام الأسلحة النارية والكاتمة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية، وهو مؤشر خطير لانتهاك حقوق الإنسان. تبقى هذه المفوضية هي حكومية، وبالتالي لا يعتد بأرقامها، لكن مع هذا هي أرقام تخرج واعترافات حكومية تثبت أن هناك عمليات اغتيال وعمليات خطف للناشطين والمتظاهرين. ومع هذا رغم الاعتراف الحكومي إلا أنه لا يوجد تدخل حكومي لوقف هذه العمليات المستمرة، بل نرى هناك تواطؤا ونرى هناك اشتراكا في ارتكاب هذا كذا انتهاكات ضد الناشطين وضد المتظاهرين. لدينا رسالة تقول: كل عام وأنتم بألف خير الأعزاز في قناة الرافدين. تقول: حتى تجعل نفوذها مستمر في العراق، إيران حتى تجعل نفوذها مستمر في العراق، سوف تجعل حرب أمريكية داخلية لتخدير الوضع عند الشعب العراقي بإرادته بتشكيل حكومة مستقلة. هذا ما يحدث الآن، عصفورين بحجر واحد. كامل فرج شنيار من ذي قار، شكرا لك يا كامل. إذا المشاهدين الكرام، ثورة تشرين مستمرة وتدفع العالم إلى أن يتحرك بسبب الضغط المستمر من قبل الجماهير من أجل أن يناصر هذه الثورة، وإن كانت هناك مصالح خفية لكن في العلن هناك مواقف متبدلة. هذا الموقف من ممثلة الأمين العام هو موقف مهم يجب النظر إليه، ويجب أن نعرف ما الأسباب التي دفعتها إلى أن تغير موقفها بهذه الطريقة، رغم أن من خرج سابقا هم نفس الأشخاص الذين يخرجون الآن، ولم يتغير شيء في شكل الثورة، ظلت على سلميتها منذ البداية ولغاية الآن. فلماذا يتغير موقف الأمم المتحدة بشكل عام باعتبارها هي ممثلة عن الأمين العام؟ ما الذي دعا هذه الشخصية إلى أن تعدل عن قرارها السابق أو تصريحها السابق وتدخل بتصريح جديد مؤيد تماما ويخالف تماما ما ذكر سابقا؟ معنا الآن سيدة أم محمد من أربيل، تفضل يا أم محمد. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. شلونك يا أخي؟ حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة للمظاهرات اللي تصير، أنا أشجعهم، بدلوا الخارطة كلها. نعم. وعافية عليهم، وإن شاء الله الخير قادم. بس اليوم لاحظت عادل عبد المهدي تو صحى من النوم شو وقام يستنكر الضربات الامريكيه على الحشد. طيب، هو مو موضوعنا، مو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم راي حضرتك. نعم. بموقف ممثله الامين العام للامم المتحده بالعراق اللي قبل كانت تحذر من عمليات قطع. نعم. الطرق والاضراب لانها لن تلبي مطالب المتظاهرين، الان بالعكس تدعوهم إلى المواصلة بالضغط على الحكومة، كيف ترين هذا الموضوع؟ والله الموضوع أنا ساعتا ما عرفت شلون، حتى توني فتحت التلفزيون يعني تشجعهم. نعم. على سيدة أم محمد، باختصار حتى فاهم حضرتك الموضوع، الممثلة الأمين العام للأمم المتحدة قبل في بداية المظاهرات خرجت بتغريدة على موقع تويتر، قالت بأنه الأساليب اللي دي يتبعها المتظاهرين بعمليات قطع الطرق وعمليات إغلاق الجسور وعمليات الإضراب عن الدوام، هاي المواضيع ما راح تحقق طموح ومطالب الناس. اليوم طلعت بتقرير تقول أدعو العراقيين إلى مواصلة الضغط حتى تحقيق المطالب. كلام يختلف تماما عن السابق، ليش برأيك اختلف موقفها الآن؟ والله ما ادري شلون اقول لك، يعني كلام متناقض، مره هيكي مره هيكي، يعني شريد اقول لك يعني هسه صارت ويا المتظاهرين وقبل ما كانت تقبل. نعم. طيب، شكرا لك يا ام محمد، كنت معنا من اربيل. لدينا رساله تقول: السلام عليكم، كل الحب والاحترام لقناتكم الموقرة، كل كلام يصدر من أمريكا ضد إيران كذب، كلهم حيل ومكر، لا يهمهم حقوق الإنسان والإنسانية، خلي يعرف العراق لا أحد يكون في صفهم، لا أمم متحدة ولا جامعة عربية ولا حقوق الإنسان. الاعتماد على قوة الأبطال بالتغيير، لا ينتظرون أحد من العملاء والمحتلين، والنصر من عند الله.
لدينا رسالة تقول: تحية لك أخي محمد من السيد مبروك من الإمارات. المرجعية ترفع شعاراتها في خطب الجمعة مثل شعارات المجرب لا يجرب، فهذا ضحك على الذقون. الأحزاب الفاسدة سترحل ويأتي نظام جمهوري رئاسي يشرق به شمس العراق ويشرق به شمس العراق، يعيش العراق حرا أبيا شامخا عصيا على الفاسدين وميليشياتهم. شكرا لك. من معنا الآن؟ أبو محمد من السعودية، تفضل. عفواً عن المندوبة. حياك الله أبو محمد. عن مندوبة الأمم المتحدة. نعم. لأن أمريكا غيرت رأيها، فترى أمريكا الحين صف الثوار ترى تصريحاتهم كويسة، وضربوا حزب الله ترى. نعم. أنا أقول للثوار، نعم، شوفوا العراقيين اللي برا يتفاوضون مع أمريكا ويقولنا بنعطيكم مصالحكم كلها، بس طلعوا إيران من العراق. اللي برا العراقيين يتفاوضون مع أمريكا، ثوار مسكين من يكلمون؟ ما في أحد يكلمون. نعم. شكرا يا أبو محمد. نكمل قراءة الرسائل المشاهدين الكرام. رسالة تقول: مرحبا، أنا تبارك من الناصرية، أحيي قناتكم الكريمة، كل عام وأنتم بخير يا قناة الشعب، وربي يجعل هاي السنة سنة خير وحب وأمان على كل المتظاهرين والعراقيين بكل أطياف العراق، وأنتم والعراقيون جميعا بألف خير. لدينا رسالة تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، مقتدى يطالب بطرد الأمريكان وينسى دور إيران الأكبر في دمار وتخريب العراق. كفاك ضحكا على الذقون أيها الفاسد، أنت جالس بقرب خامنئ الخبيث. تحياتي أخوكم الثائر خميس عبد السادة من ذي قار، شكرا لك. لدينا رسالة تقول: كل عام والعراق من شماله إلى جنوبه بخير، اللهم احفظ العراق المظلوم. ورسالة تقول: السلام عليكم أخي الكريم، الحكومة ميليشيات والميليشيات هي الحكومة، وصاحبة القرار السياسي في العراق هي إيران. طبعا مشاهدينا، العراق الآن في ظل هذه الثورة طبعا يشهد باستمرار عمليات الخطف والاغتيال التي تطال الناشطين والمتظاهرين. نعم، نتحدث عن موقف المتغير لممثلة الأمين العام، وهو بالانعكاس على رأي أو قرار أو يعني نظرة الأمم المتحدة للوضع في العراق، لكن هذا لا يمنع أن نذكر أيضا ماذا يحدث على الأرض. على الأرض هناك عمليات اغتيال، وعلى الأرض هناك عمليات اختطاف، ولا توجد جهة حكومية تتحرك من أجل إيقاف نزيف الدم العراقي الحاصل الآن في الشارع. يعني هذا الموضوع يدعونا دائما أن نطرح هذا السؤال باستمرار: لماذا يتحدثون عن أحقية الشعب بالمطالبة بحقوقه، أقصد السياسيين، وفي نفس الوقت هم يقمعون الحريات ويكممون الأفواه، ونراهم يسيطرون ويعني يغطون هذه الانتهاكات الحاصلة من قبل الميليشيات ومن قبل قواتهم الحكومية. معنا السيد أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، الأمريكان يوم اتخذوا قرار غزو العراق مع البريطانيين، نعم، ضربوا قوانين الأمم المتحدة بعرض الحائط. والمتتبع للأحداث السياسية، الأمريكان يغيروا من قواعد اللعبة السياسية. من يعني جلب هؤلاء المجرمين، هؤلاء الحثالة الذين من 2003 إلى الآن يحكمون العراق؟ جوعوا الشعب العراقي، قتلوا الشعب العراقي، سرقوا خيرات العراق مليارات، فالآن بدأ العد التنازلي. فممثلة الأمم المتحدة، نعم، يعني الآن عندما تدعو الشعب العراقي المتظاهرين أن يضغطوا على بمزيد من الضغط للمطالب، نعم بتحقيق هذه، لا شك أنا برأيي باعتقادي هو تغيير في قواعد اللعبة السياسية الأمريكية. الأمريكان الأدف بدأوا بتقليم أظافر إيران وميليشيات إيران في المنطقة، نعم، الذي تنافس الإيران الأمريكان في المنطقة. فالأمريكان مثل ما قالوا
خوفا على مصالحهم، فبدأوا بالضربة القصف الأمريكي. فأنا برأيي أن الأمريكان يعني بدأ العمليات العسكرية، فبدأوا يعني يكشفون للشارع العراقي وللرأي العام المسؤولين العراقيين وما سرقوه من مليارات وما فعلوا بالشارع العراقي. فيقول يا شعب العراقي الآن أنتم عليكم الانقضاض على المنطقة الخضراء، ونحن نقوم بضربات جوية وعسكرية لطرد إيران وميليشيات إيران من العراق. سيد أبو عبد الله، يعني هل يمكن الوثوق بالأمم المتحدة وبشخصية كبلاسخارت مسؤولة عن مجزرة ارتكبت في العراق عندما كانت وزير الدفاع، وخرجت بتغريدة في بداية التظاهرات واضحة كانت أنها تقف بصف الحكومة والعملية السياسية، هل يمكن الوثوق بشخصيات متقلبة الآراء بهذه الطريقة؟ لا أخي محمد، أنا لا نثق، لا يمكن الوثوق بهؤلاء، لأنهم لا يهمهم إلا مصالح الصهاينة. يعني الأمم المتحدة ويعني كلها لعبة بيد الصهاينة، فما حصل يعني من 2003 نحن رأينا يعني مرارا وتكرارا قتل تعذيب، وحصلت جرائم بشعة. الأمم المتحدة لم تفعل شيء بخصوص العراقيين، فيعني كلها تغيير في قواعد اللعبة السياسية. لكن الشعب العراقي الآن وعد، الشعب العراقيين الآن يجب أن يوحدوا صفوفهم ويوحدوا كلمتهم حتى يعني يحصلوا على حقوقهم الكاملة، وأن لا يسمحوا لإيرانيين وعملاء إيران والميليشيات العبث والقتل والتهجير. شكرا لك يا أبو عبد الله، كنت معنا من لندن. معنا أحمد من الدنمارك، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أوضح للمشاهدين أنه أكو كل شهواية عراقيين عايشين بالخارج، وهذول العراقيين يشاركون بكل مشاعرهم ويا المظاهرات، ولازمين هالتليفونات ويبتشون ويتفرجون على الفيديوهات. لكن هذا مو كافي، أكو هواية منهم ركبوا طيارات وراحوا إلى راحوا إلى العراق وساهموا بالمظاهرة، بس عددهم دول ما يفوت عدد أصابع الإيد. طيب. أعتقد أنه الإنسان اللي فعلا يريد يساهم المظاهرات راح تأخذ وقت ومحتاجة إلى هواية دعم. الآن لقيت طريقة مثلا أنه اتصلت بواحد من شبابنا بجبل أحد. طيب. واليوم أرسلت له عن طريق الويسترن يونيون مبلغ. وإذا استلمه راح يكون هاي بالنسبة لي جسر حتى دائما أحول المساعدات. طيب. وأطلب من جميع عراقيين إذا هم صدق عراقيين، إذا هم صدق ينزلون دموع. إذا هو صدق وطنهم لازم يساهمون. الشباب يقدم حياته، يصدون القنابل بصنورهم، يصدون طلقات بروسهم. لازم إذا هو سمى نفسه عراقي لازم يساهم. مو صحيح أنه يظل يلعب دول المتفرج. كل العراقيين قاعدين برا ومرتاحين، لازم يحركون ساكن. مو كافي أنه يتفرج على هالقناة وذيك القناة. نعم قناتكم على العين وعلى الرأس هي أفضل قناة تنقل المظاهرات. تشوف شلون؟ لكن هذا ما يكفي. أنا قاعد هنا أحترق من نفسي، أنا ما أقدر أساهم لأن أنا كبير في السن. أنا واصل حوالي 66 سنة، عمري كبير وأمراض عندي هواية. الله يخليك. شو هواية مثلي متقاعدين وقاعدين، لكن المشاعر وحدها. الرسول يقول وذلك أضعف الإيمان، إن أنت بس 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 بقلبك تحب المظاهرة. تحرك شوي ومد يدك بجيبك. ناس يردون يأكلون، ناس يردون أغطية، ناس يردون. الشتاء دخل، البرد دخل عليهم، المطر بدخل عليهم، أكو هواية أشياء. سائق التوك توك يريد له بنزين. صحيح. فأرجوك أرجوك أرجوك من خلالكم
أرجو لكل إنسان شريف عراقي قاعد يتفرج على هذه الإذاعة على هذا البرنامج أنه يتحرك. أكو طريقة، أكو مليون طريقة حتى يوصل مساعداته. أنا هواي أشكركم لأنه سمعت كلامي. حجي أحمد من الدنمارك، أنا أشكرك أيضا ونقدر المشاعر والدموع الغالية، وطبعا تكون هذه رسالة وصلت من خلال شاشتنا إلى من يشاهد. هذه دعوة من السيد أحمد من الدنمارك أن يكون هناك مساهمة فعالة بشكل أكبر لدعم المظاهرات والثورة في الداخل. تحدث عن الجانب المادي وذكر أن هناك طرق متعددة لإيصال المساعدات إلى المتظاهرين، خاصة وهنهم بأمس الحاجة إليها في ظل البرد القارص الآن والشتاء داخل، وفي ظل حاجتهم لكثير من الدعم من ناحية الطعام، من ناحية الثياب أو أي مستلزمات أخرى يحتاجونها في ثورتهم من أجل الصمود والاستمرار. هذا الموضوع مفتوح للجميع بمن لديه القدرة أن يشارك ويساهم بمساعدة العراقيين في الداخل، إذا كان هو فعلا كما قال السيد أحمد لديه هذه الرغبة ولديه هذا الشعور القوي تجاه هذه الثورة لمناصرتها. أبو علي من واسطة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك تحية لقناتكم، تحية للشعب العراقي. حياك ولأبناء ثورة تشرين المجيدة اللي إن شاء الله سترى النور ومن خلالها يرى العراق إن شاء الله الحرية والتحرر بإذن الله تعالى. حقيقة اليوم الحدث الأكبر هو قصف للقوات الأمريكية المحتلة لقواعد لميليشيات كذلك تحتل العراق، واللي ماتوا أبناء من أبناء العراقيين، يعني كانوا يبحثون عن الغزو حقيقة، يعني لا عندهم عقيدة ولا غيرها. لكن نقول هو تتاب بما تسمى حزب الله، هو من اللي سواها؟ مو الأمريكان هم اللي سووها؟ يعني مو هم الأمريكان كل الميليشيات صعدت وبنت وخذت القوة هذه كله من ايد امريكا؟ من ابو علي انا اعرف ان حضرتك، انا اعرف حضرتك ببالك فكره معينه تريد تطرحها وبالك موضوع، لكن ارجوك انه نبقى في سياق حلقه اليوم عن ثوره تشرين، عن المواقف المتغيره لشخصيات دوليه تجاه الثوره وتجاه المظاهرات. خلينا هذا الموضوع يكون افضل، لانه لم نخصص حلقه اليوم عن الضربه الامريكيه على ميليشيا حزب الله في القائم، يعني ارجو منك ان تتفهم هذا الموضوع. هذا سيد الكريم، بالنسبة للثوار مهمة كل هذه الأمور سيد محمد تثبت وين؟ هذا الثوار هو قتل الثوار، من اللي قتلهم؟ نعم. غير الميليشيات؟ نعم. الميليشيات من اللي سواه وبنتها غير اليوم؟ نعم. لكن التحولات اللي جاي تصير اليوم يعني الوضع الحالي واللي يقولون هم أنه لصالح الثوار، وين هو اللي صالح الثوار؟ يعني جاي الثوار يمدبحون، جاي يموتون يومية، لا أمم المتحدة تتحرك، لا أمريكا عندها توية، عندها اتفاقية، أمريكا عندها اتفاقية مع العراق، اتفاقية أنه تحمي الديمقراطية، تحمي الشعب العراقي، ونفسه وزير اليوم تصريح الخارجية الأمريكية يقول أن القوات العراقية تعجز عن حماية أبناء شعبها وتعجز عن حماية القوات الأمريكية بالداخل، لذلك حتى اليوم المرجعية ما خاطبت باسم حكومة، خاطبت باسم سلطة، وهذا دليل على ان الحكومه فقدت مصداقيتها. هم اساس يعني بؤره كلامنا اليوم، بؤره الاحداث، هم كلهم الثوار. نعم. هذا كله استاذ محمد، حتى هذا التصعيد اللي صار امس واليوم هي كلها ضد الثوار. كلها حتى يبينون انه هناك اكو محتل وانتم لازم تتخلون الان عن الثوره. نعم. لانه ضد هذا المحتل الامريكي، واللي هم اساسا ماسكين البرلمان نفسهم اليوم اللي يصيحون يقولون محتل ومحتل. هم نفسهم ماسكين البرلمان، ليش ما تشتغل؟ يعني احنا اوكي، انا حسن حضرتك سؤال بهاي النقطة حتى نختم وياك ان شاء الله على هذا على اجابتك. يعني هل المحتل الامريكي مثل ما يوصف الان قادة الميليشيات ومن في البرلمان، يعني هل المحتل فقط محتل عندما يقوم بضرب الميليشيا اللي انا اقودها؟ ليش ما كان محتل لما كان يحمي هاي الميليشيات وهو دا يقصف المحافظات الغربية يحميهم جواً؟ ليش ما كان وقتها اسمه محتل؟ ليش كان اسمه تعاون أمني؟ ليش لما ضربهم لأن هم قصفوه
صار اسمه محتل لازم يطرد من العراق. طيب وين كانوا والأمريكان موجودين 16 سنة بالعراق حتى اللحظة بالقواعد؟ وين كانوا؟ سيدي كريم، فكر المحتل نفس استخدام كلمة الدستور. طيب هم شوكت ما يردون قالوا الدستور حتى والدستور قال. طيب وبالوقت ما يصير الدستور هو كل اللي له تعديل. طيب هم نفس الشيء، المحتل إلى وياهم ينطيهم أسلحة ويساعدهم أنه يقمع جزء من الشعب. هو ما صار محتل. نعم. نعم. وإذا قطع وياهم قالوا محتل. هذا اختصار الحديث. أبو علي أنا أشكرك، كنت معنا من واسط. معنا السيد أبو علي من ألمانيا، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكم لمشاهديكم لقناتكم المواقعة. حياك الله، أهلا وسهلا. بخصوص تابعت البرنامج وأني متابع من زمان لهذه القناة العراقية الأصيلة. نتشرف بك. وأنت شرف. بخصوص الأمم المتحدة وممثلة الأمم المتحدة. نعم. وحكت الأمم المتحدة وقالت الأمم المتحدة وقبل إجت وراحت وصارت نقاش وطبت السيستان وطلعت، هاي البرنامج كله فهمناه. اليوم نعم. ماكو شخص بالعراق صغير ولا كبير ما يعرف إيش قاعد يدور بالبلد. نعم. ومنو دمر العراق. نعم. هاي واحدة. أما الأمم المتحدة هسه اللي قامت تحس المتظاهرين وتريدهم العصيان المدني وغيرها، زين هي اللي دمرنا ودمر العراق هي إيران وأمريكا. نعم. ودول الجوار صدقني بالله. نعم. زين ليش هي أمريكا من إجا سقطت نظام، ما جابت نظام اللي على أساس يخدم العراق وينه؟ وهي باستطاعتها تجيب نظام وتحط نظام وهي بإشرافها إن العراق يزهر ويصير وينبني. صحيح. ليش هم جابت هي جاية جابت عصابات اللي هي هم تريدهم، هم تريدهم جابتهم وحطتهم في سبيل تعاونوا مع هذول العملاء اللي هسه يحكمون بالعراق اللي كانوا يجدون حصل عليهم لقمة الخبز، وهسه اللي دمروا العراق انهم تعاملوا مع دول الجوار وإيران بالخصوص. نعم. زين بدمار العراق، وهسه يريد يسوون العراق ساحة حرب بين أمريكا وإيران وبنص العراق. نعم. يا أخي كفونا شرهم. زين هاي نقطة. النقطة الثانية من يقولون الأمريكا محتل، هم وين كانوا؟ هم دول اللي كانوا يصبقون للأمريكان من طبوا. نعم. كانوا يصبقون هم كلهم من الميليشيات والأحزاب، أمريكا خلصتنا ولو ما أمريكا ولو ما. زين هسه طلعت محتل قمت تضربون قواعدها، إيران قامت تكوك بيكم، إيران قامت تدعم في سبيل تخلي العراق ما يرتاح تحت حرب. نعم. دمار العراق هي من أمريكا وإيران ودول الجوار. اما اللي قاعد هسه يصير بالبلد هي باشراف امريكا، باشراف ايران. ايران ما تخلي العراق يستقر، ولو استقر العراق ورجع قوه ايران راح تدمر مصالحها، هاي كل الدول تعرفها. نعم. اما خصوص العراق، ماكو دوله تريد له خير للعراق، صدقني بالله. نا. العراق اذا ما ينهض بشعبه وبزلمه ويطلعون الفاسدين ويطلعون ايران وكل دول الجوار يطلعونها من العراق، العراق ما راح يصفى. هاي وحده. نعم. نعم. احنا كهنا بالخارج هسه والله العظيم ليل ما نايمينه. انا ما خلينا لا امم متحده لا دول العالم لا رؤساء العالم ما دزينا له رسائل، مبعوثات الامم المتحده، الحقوق الانسان، دعمنا روحنا كله للعراق وللمظاهرات، وانا مع التنسيقيات المظاهرات بالعراق كل محافظات العراق يومية تواصل يوم ويوم. نعم. وياهم. أريد أسألك أبو علي، هل تعتقد أنه تغير موقف ممثلة الأمين العام في العراق للأمم المتحدة هو جاء بسبب ضغط الشعب وبسبب أنه هم شافوا أنه هاي الثورة ناجحة فلازم يأخذون موقف من جانبها، أم الموضوع العلاقة بالرؤية الأمريكية والقرار الأمريكي أنه حان الوقت لإزاحة هاي السلطة ربما بسبب تضارب المصالح مع إيران؟ هل تعتقد أن الموضوع مرتبط بضغط الثوار والموضوع مرتبط بقرار امريكي؟ ان الاثنين راح اقول لك. النقطه الاولى امريكا قبل سقوط صدام بعشر سنوات. نعم. هذا كان صديق عندي، كان ويا من دخل برايمر، احد مستشارين برايمر. قال احنا كنا بامريكا قبل عشر سنوات بال92. نعم. كانوا يسوون اجتماعات بامريكا يقولوا لهم احنا راح نسقط النظام وراح نجيب نظام شيعي.
طلع له العمامه من جوا المجاري قال لهم راح تحكمكم هاي العمامه، وورا فتره زمنيه راح تكرهون العمامه وتكرهون الدين وراح نسقط هاي الحكومه اللي تريدونها انتم، اللي هسه امريكا ترى مستحيل هاي الحكومه تسقط باراده الشعب، وامريكا هي اللي ان شاء الله تسقط هاي الحكومه وراح يتحاكمون. بس اللعبه الثانيه هي الاتفاقيه بين ايران ودول الجوار بخراب العراق. ما يخلون العراق، فسووا ايران حست بان امريكا دخلت على الخط راح تسقط النظام هذا. طيب. ويتحاكمون دول باراده الشعب ويصير انتخابات دوليه باشراف الشعب والامم المتحده. ايران ما المصالح هاي راح تنتهي مصالحها، فدخلت بضرب القواعد الامريكيه من قبل. طيب. الميليشيات. شكرا لك يا ابو علي، كنت معنا من المانيا. ام عبد الله من بغداد تفضلي. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. هي لحضرتك وقناتكم الشريفه ولك العراق الشريف. اهلا وسهلا. استاذ، احنا من سنه 2003 الى الان امريكا كانت كاسبه ضد الحكومه. استفادت من النفط واستفادت حتى من التراب. زين، فهسه بالوقت الحاضر بعد ما شود وجهها الحكومه وشودت وجهها امريكا، في تكسب الجماهير المتظاهرين من الشباب. طيب. ليش؟ لانه ايران من قامت عمليه زج ميليشياتها والاصطدام مع امريكا، وامريكا تصطدم مع القواعد اللي موجوده في العراق. هي رادت انه تخلط الاوراق في الساحه العراقيه من اجل اجهاض ثوره تشرين. يعني بعدين انه الخز علي شو يقول؟ يقول الخز علي يقول انه لا يحق للمتظاهرين ان ينقضون بعمليه تغيير النظام. زين، لانه على اساس انه هو صاحب الكلمه، مع العلم انه القرار للشعب العراقي. وبعدين هنا يقول ليس من لازم يجينا في واحد رئيس وزراء يكون قوي. زين، اذا يكون قوي والميليشيات موجوده والاحزاب الموجوده، يعني شو راح نستفيد من عمليه التغيير؟ استاذ، احنا ترى كرامتنا يعني راحت، كرامة العراقيين وراحت كرامة الوطن. من اللي شعر بيها؟ شعر بيها صح. احنا قمنا بواجبنا بالبداية وزيلت المحافظات وقتلوا المحافظات اللي صارت. نعم. في زمن وجابوا الدواعش. هسه الشغلة الأخرى انه قاموا بعملية انه لازم يقضون على الشباب العراقي. لأن الشباب العراقي هو الأداة الثورية. احنا ما علينا من أمريكا، لا، هي ترى هي متلونة مثل الحرباء، يوم علينا ويوم ويانا. فاحنا هذا كل شيء ما يفيدنا. هذا احنا فينا انه الجماهير العراقية هي اللي تقرر وهي اللي تاخذ النظام السياسي اللي موجود. وضحت الفكرة. عبد الله انا اشكرك، كنت معنا من بغداد. أريام من الأردن تفضلي. يا أريام، ألو، مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. أشارك البرنامج. تفضلي. نعم. أحييكم وأحيي قناة الرافدين. أنا أحب قناة الرافدين وأتابعكم دائما. نعم. طبعا أنا أحيي الشعب العراقي وأتمنى إن شاء الله ربنا ينصركم. نعم. على هؤلاء الظلمة إن شاء الله. شكرا لك يا أريام، كنت معنا من الأردن. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، يبقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. ايوه، السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحييك ونحيي قناتنا العظيمه، قناه العز والشرف اللي بتدافع عن الارض والعرض والوطن والبشر جميعا. اهلا وسهلا. ونحيي اهالينا ونحيي ثورتنا المجيده، ثوره العزه والكرامه والنخوه، والكرامه والانسانيه والشرف والعروبه والوفاء والانتماء للوطن وللامه وللانسانيه. أما سيدي بالنسبة لمندوبة الأمم المتحدة، شيء طبيعي جدا أن هم سيادتك بيمسكوا العصا من المنتصف. يعني لما لقوا الثورة المجيدة بإذن الله تعالى
قوية وعظيمة، وبدأت خلاص الشعوب كلها عرفت، يعني عاملة ضجة في العالم حقيقة. ولكنها لم تمسك العصا من الوسط عندما خرجت بتغريدة تهاجم بشكل أو بآخر ما يقوم به المتظاهرون. يا عمي ما هي يا أستاذ محمد، ما هي الأمم المتحدة اللي بتتحكم فيها أمريكا، أمريكا اللي بتقول لناش مال شمال يمين يمين، بقول لك بيلعبوا بينا، هم بيلعبوا بينا كعرب كدول عربية، بيعملوا عاملين فينا لعبة مسرحية. نعم. عملية استعمار ناعم، والله العظيم استعمار ناعم، استعمار ناعم لنهب ثرواتنا وقتلنا وتنصيب هؤلاء القتلة. فهو بإذن الله الثورة بإذن الله تعالى بس إغلاق مطار بغداد كده والسيطرة، القوة احنا شايفين قوة جامدة، احنا شايفين قوة، أقسم لك بالله العظيم متأكدين. نعم. متأكدين ان ثورتنا نجحت فعليا، فهي بإذن الله كل العالم هينحاز، وخلي بالك الحكام العرب هينحاز والشعوب، كل الدنيا كل الدنيا، هو العراق معروف. نعم. نهض العراق نهضت الأمة، فندعو الله عز وجل ان ينصر ثورتنا ويوفق علماءنا وأساتذتنا من تحرير الوطن من دنس المستعمر الأمريكي والنظام الإيراني العنصري القاتل الدموي وكيان ما يسمى كيان الأحزاب المجرم. نعم. الصهاينة الصهاينة الجدد، وان شاء الله من نصر الى نصر ومن عزة الى شرف. شكرا جزيلا سيد وابناء العراق الاحرار. مصطفى كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. السيده ام ازهار من بغداد، تفضلي يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. بالنسبه اولا بالنسبه الى انا عندي نقطتين بالنسبه. نعم. اولا المساعدات، بالنسبة للمساعدات للمتظاهرين متواجدة وما انقطعت نهائيا في بغداد وفي المحافظات أيضا، كل منطقة بمنطقتها قاعد يعني يجمعون ما بإمكانهم من ملابس من فلوس من أكل من أي شيء، يعني كل شيء ما ينقصهم، كل مساعدات موجودة. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإيران والدول الجوار، إحنا ما نثق لا بإيران ولا نثق بأمريكا، مهما تقول أمريكا ومهما تقول إيران فإحنا ما نثق بهم، لأنهم من دمر العراق غير أمريكا، ومن جاب إيران غير أمريكا ومساعدة الدول الأخرى المجاورة السيئة. فإحنا ثقتنا العليا هي بشعبنا، هذا الشعب اللي انتفض واللي وعى واللي صار عنده ثقافة عالية جدا وصار وعي كامل عنده وعرف منه عدوه ومنه صديقه. نعم. هو دينط عمره وشبابه وحياته بالشارع بردة وبحرة وديكتلون يومية وديموتون يومية وما خلوا طريقة ما هاجموهم، ولكن ثقتهم عالية بنفسهم وهم اللي ينتصرون وهم راح يرفعون العراق. نعم. وهم راح يرجعون العراق إلى أصله وإلى تاج العرب إن شاء الله، وإن شاء الله ومثل ما العالم هاي كلها اللي تتفرج على هالشباب الحلوة أحسن ما يتفرجون والأمم المتحدة وإيران وقال فلان وغلستان، خلي اللي عنده ضمير وعنده كرامة شوية يساعد هالجماعة اللي هالشباب الحلوة، مو يقعدون كل واحد ينطي من كيفه كلام. وأنا أشكرك. شكرا يا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد. نقرأ بعض الرسائل التي وردت. سيد أبو حاتم من الموصل يقول تحية طيبة، أول شيء السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. حتى الآن قطف ثمار التظاهر والثورة أتت أكلها، والخير قادم بإذن الله تعالى، وعلى الشعب أن يعلن حكومته المتكاملة الممثلة بالثوار ويعلن البيان الختام للثورة، والحكومة وحكومة الشعب تأخذ دورها في جبل أحد وساحة التحرير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعتذر لا يعرف موضوع الحلقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ونحن نقول كان الله بعونكم يا أبو حاتم وبعون الجميع. مأساة حقيقة من مآسي العراق الكثيرة موضوع الكهرباء. لدينا رسالة تقول من السيد عبد الخالق الناصر، السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، أيها الأبطال المتظاهرين، يقول اعلموا أن النصر ساعة، يعني أن الصبر الطريق الوحيد إلى النصر، وقد سئل عنتر بن شداد عن كيفية انتصاري بالمعارك. طيب نفس الرسالة ما ذيك المرة يا أبو، شكرا جزيلا.
رسالة تقول أنا أبو علي من ألمانيا، ممكن طبعا السيد أبو علي من ألمانيا هو الشخص الذي اتصل بنا فنشكره شكرا جزيلا على التفاعل. السيدة أم عمر تقول السلام عليكم أخ محمد، ممثلة الأمين غيرت تقريرها لأنهم جميعا تقريبا انكشفت حقيقة الحكومة وولائها المطلق لإيران وصمود المتظاهرين بوجه المتسلطين، وإن شاء الله بشجاعة الثوار سوف يقضون على هذه الحكومة وذيولها لأنهم جبناء. لدينا رسالة تقول السلام عليكم أنا أم علي من ذي قار، نريد عام 2020 خالي من الأحزاب القذرة والطائفية، وأقول العراقيين كل عام وانتم بخير وما ننسى دماء الشهداء. رسالة لدينا، السلام عليكم، إن شاء الله يا رب سنة خير وسعادة على بلادنا الحبيب وكل عام وأنتم بألف خير، ربي يحفظكم ويحفظ قناتكم المجاهدة قناة صوت الحق. عتاب من واسط، شكرا يا عتاب. رسالة تقول تحية وطنية صادقة لقناة الرافدين، البطلة صوت الثائرين صوت الشعب العراقي الشجاع، تحية لك يا أستاذ محمد. بالنسبة لممثلة الأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت، هذه رسالتها تدل على انضمام الأمم المتحدة دوليا مع المتظاهرين، وأصبح السقوط هذه الحكومة الميليشياوية أمرا واقعيا وانتهى دورها في حكم العراق، والأمم المتحدة تعلم أن هذه الثورة العراقية ستنتصر حتما، وهذه رسالة ممثلة الأمم المتحدة تعطي دفعا قويا وأمميا ودوليا. أخوكم عبد الكريم قاسم الدليمي، شكرا لك يا سيد عبد الكريم. رسالة تقول أستاذ محمد لا تقل حكومة، لا توجد حكومة لدينا، لدينا احتلال إيراني أمريكي، أما الحكومة ما هي إلا موظفين الدرجة الثالثة لدى إيران لا يستطيعون عمل أبسط الأشياء، وليس لهم صلاحية بأي شيء تسوقهم إيران كالكذا للأسف، من مواطنة عراقية. شكرا لك. معنا السيد أبو عبيدة من الرمادي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالقناة الرافدين الفضائية. أنا أحد وجهاء عشيرة البنمر. لدي مزارع قريب على القائم على طريق عكاشات. منذ 2014 أنا هاجرت المنطقة، ومن صار احتلينا القائم طبعا قعدوا بهن الحشد الشعبي اللي هم كتائب حزب الله. وقالوا هاي المنطقة عسكرية ما نسمح للمواطنين اللي يجون بيها. أنا لدي مرشات زراعية وكنت أصدر للدولة العراقية منتوج زراعي حنطة. ولدي غنم، الغنم والسيارات اخذوها عند داعش، والتراكترات اخذوها عند داعش. المرشات اخذوها عند داعش. ظل البيوت ان هنسنين عايدات إلي والأخوتي. والبارح بالليل ممكن الساعة 7 و8 ما أعرف الوقت تشقد. ضربا البيوت تدمرا دمار بالكامل، وليس إنه بيوت عادية، إنه قصور. قصور. وأنا الغنم أخذها داعش والمغشات أخذهن داعش وظل. تعويضي. أناشد المنظمات الدولية بأنه هذا يقفوني بهذا الموضوع. 6 سيارات أخذهن داعش والحكومة العراقية ما عوضتني ولا 5 فلوس. يقولون ان نلقاها محروقه حتى نعوضك يا عيال. وميليشيا حزب الله، وميليشيا حزب الله سوت باراضكم او سوت بخيركم؟ ما انطونا تعويض، لانه يقول لك السياره الا اذا تنحرق حتى نعطي عليها تعويض. طيب انا الحق داعش تحرق السياره تسوي عليها تعويض لو شلون؟ والمرشات شالوهم والاغنام اخذوها والتنكترات اخذوها والعوض على الله. ناشد المنظمات الدولية حقوق الإنسان لأنه يقفلنا بهذا الموضوع. شكرا لك يا أبو عبيدة، كنت معنا من الرمادي، وضحت الفكرة، وصلت الرسالة. الأخ أبو عبيدة شخص متضرر مثله مثل كل أو كثير من العوائل العراقية التي تضررت جراء الحرب المفتعلة التي قامت بها حكومة بغداد والتحالف الدولي تحت ذريعة محاربة الإرهاب. باختصار شديد
لم يجد من يعوضه عن الخسائر الكبيرة التي جرت له ولممتلكاته ولخيراته. وهو واحد نموذج من نماذج كثيرة لم تعوضهم الحكومة ولم تلبي أو لم تحقق الوعد الذي ذكرته بأنها ستعوض وستعمر المناطق المدمرة والناس اللي تشردت وسلبت ممتلكاتهم. إذن هذا الموضوع هو من المواضيع الكثيرة التي يعاني منها العراقيون، وهي كذب هذه السلطة وخداعها المستمر ووعود مزيفة لكل العراقيين إن كانوا في المحافظات التي تعاني من دمار عسكري أو إن كانت في المحافظات التي تعاني من فاسدين وانعدام للخدمات. فيما تبقى من وقت لدينا رسائل، رسالة أم هيثم من الأردن تقول، أم هيثم من عمان الأردن: أنا معكم من 15 سنة لما كنتم ضد حكم المالكي، ونشكر قناتكم الشريفة دومها ضد هذا الحكم الإيراني البغيض. الله ينصر العراق والشباب الحر الأبطال. شكرا يا أم هيثم. رسالة تقول: السلام عليكم، الله يرحم الشهداء ونصر قريب إن شاء الله والله أكبر. رسالة تقول: السلام عليكم، مرحبا، أنا اسمي طلال من ذي قار. إن شاء الله سنة 2020 أتمنى يكون هذا العام خير للشعب العراقي، والسلام عليكم. طيب، رسالة تقول: السلام عليكم، نحييكم على هذه القناة الشريفة، العراق منتصر بإذن الله على الفرس المجوس وأذنابهم. السلام عليكم، إن موضوع العراق ليس وليد اليوم مع الأسف، لما تمكن من الاتصال بكم فالموضوع قديم يعود إلى خمسينات القرن الماضي، ومشروع شرق قناة السويس قد اختير العراق وأطلق عليه مركز ثقة للمنطقة. دكتور مهر الحمداني شكرا لك. طيب، آخر رسالة: الله يرحم الشهداء والنصر القريب. آمين أجمعين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.